مكرم الأستاذ أحمد فراجي لوهج اسمه المتدفق بالأمل والفرح والنور والجمال والمتميز بأفكاره الخلاقة وبجهوده المخلصة الصادقة وبإبداعاته المتألقة التي شد إليه بها الناس إعجابا ومحبة وتقديرا أينما حل وارتفع، فاستحق الثناء والتقدير واستحق التكريم بكل جدارة في هذا العرس البهيم. وحتى نقترب أكثر من المحتفلين أيها الحضور الوكيل، أنادي على الأستاذة حنان المسعودي لتقديم ورقة تعريفية في حق المكرم عريسنا الليلة الأستاذ أحمد فراجي.